أهلا بكم. من نقاط حارة على خارطة المال ينضم إلي ثلاثة من استراتيجي الأسواق يجيبونني على أسئلة ستة في ست دقائق. أرحب بضيوفي من نيويورك مهند الأعمال عضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، هنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال، ومن لندن أشرف الجرف متداول أسواق الأسهم في شركة آي جي إندكس. أبدأ معك مهند من نيويورك في دقيقة واحدة. يبدو أن هناك عوامل متعددة ستحدد إمكانية تمسك وول ستريت بمستوياتها الأعلى في 5 سنوات، ما أبرز ما سيركز عليه المتعاملون في الأيام القليلة المقبلة؟ مساء الخير زينة. العوامل الأساسية التي سوف يركز عليها المتعاملون هي البيانات الاقتصادية التي سوف تعكس صحة الاقتصاد الأمريكي، الذي يؤثر طبعا بشكل كبير على الأسهم الأمريكية. هناك الناتج المحلي للربع الثالث، هناك أخبار البطالة، وطبعا هناك أرباح الشركات للربع الثالث. لكن باعتقادي الشيء الأهم هو أرقام البطالة التي تظهر كل أول يوم جمعة من كل شهر عن الشهر الماضي، التي تعكس صحة الاقتصاد. وهذا هو الجدير بالذكر، هذا هو الذي ركز عليه الاحتياطي الفدرالي، ربط بمدة التيسير الكمي المفتوح. نعم. ربط هذه المدة بتحسن ملموس في الاقتصاد، في البطالة الأمريكية. أشرف من لندن، لماذا تعود أسواق الأسهم الأوروبية للتراجع برأيك؟ والله هو في حاجتين. في أول حاجة طبعا الناس دلوقتي ابتدت تركز على زي ما مهند قال على البيانات الاقتصادية اللي طلعنا في الشهور القادمة. برضو ما ننساش الانتخابات الأمريكية دلوقتي هتبتدي تلعب بكثير جدا في نفسية المتداولين والمستثمرين عامة. وثالث حاجة أنا شايف إن في زي ما تقولي الأسواق ممكن دلوقتي تحاول إنها تشوف كمية جدية الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في إن هم فعلا يخشوا ويسندوا أسواق السندات بالنسبة للبلاد المتعثرة. فانا شايف ان دلوقتي السوق تاني خلاص، زي ما تقولي مشكله اوروبا انتهت، انما دلوقتي هيبتدوا يركزوا على الاخبار اللي هي ممكن تهدد الاقتصاد العالمي او تهدد الاسواق العالميه في الاسابيع القادمه ان شاء الله. اذهب الى نور في دبي، توافق بانه مشاكل اوروبا انتهت؟ ليس بالقدر الكبير في الوقت الحالي، لانه يعني لازلنا نرى المزيد من الارقام السيئه نوعا ما بالفاندمنتلز، لكن ريباوند او كما حصل اليوم في مؤشر الاي اف او شهدنا استمرار الانخفاض، وصلنا الى ادنى مستوى له في منذ العام 2009 مع حتى انخفاض التوقعات. لكن هنا فهناك كورليشن مع مؤشر زيو اندكس، او اللي هو مؤشر الذي يعطي نوعا ما مناخ المستثمرين والمتعاملين في الاسواق الماليه، يعطي دائما هو هناك كورليشن عالي ما بينهم. لكن نرى دائما ارتفاع هذا المؤشر عند الإعلان عن التيسيرات الكمية خصوصا في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. نعتقد أن هناك سيكون نوع من التحسن، لكن كما ذكروا الشباب أنه لازلنا الآن في مرحلة جديدة من عمر الاتحاد الأوروبي، وأمامنا أيضا الانتخابات الأمريكية. جميعها هذه الأمور بالإضافة إلى الأرقام الاقتصادية الجديدة هي ما تستحدد فعليا المشكلة المقبلة. ممكن سأعود مجددا إلى أشرف من لندن. أشرف، إسبانيا على لسان وزير اقتصادها غير متعجلة طلب الأموال الخارجية لتمويل ديونها، كيف يتحرك العائد على السندات الإسبانية؟ والله هو النهاردة في زيادة طفيفة بس بتتداول بحوالي 5.6 الفايدة على السندات الأسبانية اللي هي لمدة 10 سنين. فدي طبعا نزلت جامد جدا من فوق 7% اللي شفناها من شهرين أو ثلاثة، ودي بتدينا أن فعلا السوق ابتدى يرتاح من جهة المشاكل الأسبانية. بالنسبة للمشاكل الأوروبية طبعا لسه ما انتهتش. هو اللي أنا بقوله أن لحد في هذه اللحظة السوق مش بيبص لها أو مش متجاهلها تماما، علشان بعد التصريحات اللي طلعت من الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي بالذات، فالسوق مطمن منها نوعا ما. ده مش معناه انها مثلا كمان 6 شهور أو 7 شهور انها ممكن تظهر لها تاني، لانها ممكن تظهر تاني. وطبعا في الواحد لازم هيبتدي يبص على التضخم وعلى الجي دي بي بالنسبه لامريكا واوروبا، وهي دي اللي انا شايفها في الفترات القادمه هي دي الدقيقه البيانات الحاسمه بالنسبه للاتجاهات. مهند، سؤال خاص عن فيسبوك. محاولات متعددة على ما يبدو لفيسبوك لطمأنة المستثمرين، منها التحالف مع داتا لوجيكس لتتبع مشاهدي الإعلانات ومعرفة ما إذا كانوا يشترون المنتجات في نهاية الأمر. برأيك هاي الأخبار وكذلك تحويل العروض المجانية إلى مدفوعة الثمن، هل ستغير من نظرة المستثمرين للسهم في المدى المنظور؟
يعني بعد أن فقد سهم فيسبوك أكثر من 40% من قيمته من سعر الإدراج الأولي، يعني هناك تطمينات من فيسبوك لابتكارات جديدة إعلانية. يعني ما شاهدناه بالنسبة لشركة داتا لوجيكس هي يعني من الخدمات المضافة، لكن الشيء الأساسي هو ابتكار نماذج جديدة إعلانية للاستفادة التجارية من المليار مشترك في فيسبوك. باعتقادي على هذه سعر الأسهم والابتكارات الجديدة، باعتقادي سوف يكون سهم فيسبوك مغري أكثر للمستثمرين، ونتوقع صعود ولو طفيف لنهاية هذا العام. أختم معك نور هنا من دبي عن الذهب. شهدنا بعض التراجع على الذهب، ما الذي يجعل المتعاملين مقتنعين بقوة الدفع طويلة المدى؟ على الأقل هي التيسيرات الكمية هي التي تدعو على الأقل جميع المستثمرين لشراء الذهب من جديد، بالإضافة إلى تخوف من التضخم والتحوط دائما بالذهب، هذا شيء مهم جدا. لكن الذي يجب يعني أخذ الاعتبار أو على الأقل الحذر منه هو CME Group، أو اللي هي الجروب التي تقوم بإعطاء هذه الأسعار للمستثمرين، أن لا تقوم من جديد بتخفيض أو عفوا برفع المارجن أو المارجن ريكويرمنت، أو اللي هو يعني الحد الأقل من المارجن أو الهامش المتاح. إذا تم رفعه مرة أخرى كما حصل عندما وصلنا في مستويات 1920، من الممكن أن نعود مرة أخرى إلى مستويات 1500، هنا ما يجب الانتباه إليه. لكن بشكل أو بآخر الاتجاه العام للذهب ليبقى مرتفعا إلى مستويات ما فوق مستويات 1800-1820 ممكن جدا خلال العام الحالي. هذه نهاية فقرة أسد دقائق. أشكر ضيوفي من نيويورك مهند الأعمال عضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، من هنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال، ومن لندن أشرف الجارف متداول أسواق الأسهم في شركة IG Index. شكرا لكم جميعا.